ايضا عندنا جيش، الجيش هذا اللي يشرفوا فيه السيارات اللي يتحركوا من عليهن على الليبيين بتعليمات منهم. توحيد المؤسسه العسكريه يجب ان يخدموا عليه الليبيين. عندنا نقطه، دائما التهميش اللي صاير في المنطقه الغربيه اكثر من الجنوبيه واكثر من 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 من, من الشرقيه. وللاسف حتى في لقاءات الحوارات والدوله يكاد المسؤولين الدوله والحوارات يجلسوا فيها من منطقه واحده ولا اثنين. وين باقي السكان المنطقه الغربيه؟ ليش الحوار نلقى في مدينه فيها 14 15 ومدينه تتكون اكثر من عدد سكانها من المنطقه هذه اكثر مره تلقى فيها واحد وما نلقاش؟ لان احنا ما وصلناش صوتنا. الان الوضع الامم المتحده بوجود باتيلي ممكن يعرف الوضع الليبي اكثر من غيره، ممكن ايضا تشكلوا لجنه من حضرتكم وتتواصلوا معاه. صوتنا من الان يجب ان يعلو ويجب ان يطلع ويجب ان يوصل للساسه المحليين والغربيين والدواسات والدول الاخرى في سبيل ان خرج ليبيا. اخوان كانكم راضين على الوضع الحالي في ليبيا واللي تشوفوه في الوضع المنطقه الغربيه، هذا قولوا لنا راضين وممكن احنا حتى احنا نرضوا كيفكم. لكن لا امتى عين زارة بتتكسر، لا امتى خلت الفرجان بتتكسر، لا امتى الحروب في ورشفانا، لا امتى الزاويه مهدده بالتسكير وبالحروب، لا امتى. ارانا احنا ارانا كسكان بنوليد ابعد عنكم شوي، لكن تاثروا بهذه الحروب. وللاسف ان تصير الحروب وتنتهي والناس تسكت. واحنا نكونوا احنا اصلا الكتله البشريه الكبيره عندنا احنا، عندكم انتم كقيادات اجتماعيه وقيادات مناطق. المخزون البشري عندكم انتم. هم ممكن الان عندهم سلطه ومال وعندهم تبعيه لدول اخرى تسير فيهم. احنا الان ممكن نتفق على عصيان مدني، نطلعوا للشوارع، نديروا حلول، لكن ان نقعد حاطين ايدينا على بعضهم ونتفرجوا ومصيرنا للاسف يتحكم فيه عقيله وصالح والمشري يقعدوا ويتفقوا على منو شنو يديروا فلان وشنو يديروا في الحكومه ولا شنو يديروا في المناصب السياديه. احنا جربناكم 10 سنوات، احنا ماناش ضد حد رانا، ماناش ضد حد، لكن احنا مع الاصلح ومع الاحسن. وليبيا عندها مرحله، يا تلم روحها يا بتقسم على ثلاث ولا على اربعه.